ناخد مع بعض الأسئلة بتاعة شابتر 3 ليسون 1 كينجدم أنيماليا. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، هنلاقي القايمة فيها شرح كل درس وتحتيه الأسئلة بتاعته وكل الموديل إكزام والتستات على كل شابتر. نبتدي مع بعض. In which are sponge and plasmodium differ from each other؟ يعني بيختلفوا مع بعض في إيه؟ طيب absence of mean of locomotion، لا دول متشابهين فيها، هما الاتنين ما بيتحركوش. immobile. Mode of nutrition، هما الاثنين heterotrophic. Reproduce sexually or asexually، هما الاثنين بيتكاثروا sexually or asexually. الفرق الوحيد بينهم ال complexity degree of the body. Plasmodium دي كانت unicellular في kingdom Protista، phylum Protozoa. هنا ال sponge دي كانت kingdom Animalia multicellular. Although hydro، على الرغم من ان الهايدرا والبريد مولد فانجس هيتيروتروفيك. هيتيروتروفيك يعني غير ذاتية التغذية. هايدرا بتتميز ان هي ليها طريقة تاخد الاكل بتاعها. طيب بصوا الهايدرا كده، عندها تنتاكلز لاسعات تروح تمسك البري الفريسة، اهي ماسكة الفريسة بتاعتها، يبقى بتتغذى بالايه؟ بالبريديشن الافتراس. Which of the following taxonomic level does living organisms X بيشارك واي في ايه؟ طيب اكس ده اسكاريز، فايلم، نيماتود. واي ده الايرث وورم، فايلم انيليدا. بيشاركوا بعض في ايه؟ في الكينجدم. هما الاثنين كينجدم انيماليا. الفايلم لا، دي نيماتودا ودي انيليدا. طبعا هما مش في الكلاس ولا في الاوردر اذا كان هما مش نفس الفايلم. Which of the following is applied the leech تبع الانيليد؟ البادي ان سيجمنتد، لا البادي سيجمنتد اهو، حلقات اهي حلقات. البادي راديالي سيمتري، لا اسيمتريك. ليفز فريلي، لا ده بارازيتك، اكسترنال بارازيتك. All the following features prove that the opposite living organisms، ده السبايدر، بيثبت ان هو تبع الاراكنيدا مش تبع الانسكتا. عايزين نثبت، يعني كلهم بيثبتوا ان هم خصائص الاراكنيدا ما عدا حاجه واحده مشتركه بينه وبين الانسكتا. تاني يبقى كله بيثبت ان هو اراكنيدا مش انسكتا. طيب عدد الجوينت ليجز، ده عنده 4 جوينت ليجز، يبقى هو الانسكتا كان عندها 3. اكزوسكيلتون لا، ليه؟ لان دي مشتركه في الاراكنيدا والانسكتا. البادي ديفيجن، الاراكنيدا كانت بتتقسم لتو ريجونز والانسكتا كانت بتتقسم لثري ريجونز، هيد وثوراكس وابدوم. نوع الاي، الاراكنيدا الاي سيمبل والانسكتا الاي كومباوند. يبقى الحاجه الوحيده المشتركه بينهم الاكزوسكيلتون، هما الاثنين في الاكزوسكيلتون كلاس فايلم اروثروبود. Which of the following is from the common features between living، ده الاكتوبس مولاسكا وده السي كيوكمبر في الايكاينودرمات. ايه الكومون مشترك بينهم؟ سيجمنتد، غلط هم ان سيجمنتد. هارد اكزوسكيلتون، دي فيها هارد اكزوسكيلتون، دي جواها اندوسكيلتون، عندها هيد، غلط دي ما عندهاش هيد اصلا، ولا انتيريور ولا بوستيريور، يعني هي عندها سطحين كده، سطح ابورال وسطح فيموس. هما الاثنين ان سيجمنتد وموفابل بادي، مش متقسمين وجسمهم بيتحرك. نبتدي مع بعض الأسئلة اللي تشوز. From the opposite figure that show one of the marine organisms، طبعا اللي قدامنا ده الاسبونجي. Which of the following، مين من الخصائص دي بتوصف الأورجانيزم ده ومش من خصائص الأنيمال؟ يعني كلهم اللي هنقولهم من خصائص الأنيمال ما عدا حاجة واحدة، يعني ده يعتبر أنيمال ما عدا حاجة واحدة، الصفة دي مش تبع الانيمال بس هو برضو بنعتبره انيمال. طب نمشي واحدة واحدة. هيتروتروفيك، دي من خصائص الانيمال، ما عندوش سيلول. اموبايل، الانيمال كانت موفابل بتتحرك from one place to another. مالتي سيلول، يبقى بنقول ان الاسبونج بعتبره انيمال مع انه اموبايل. ليه؟ لانه هيتروتروفيك وما عندوش سيلول ومالتي سيلول وعنده شوية فيو specialized cells. Which of the following represent a heterotrophic living organisms فيها سلول؟
يبقى هيتروتروفيك يعني غير ذات التغذية وفي نفس الوقت عنده سيلول. طب نمشي واحدة واحدة. الليلي بلانت ده اوتوتروفيك، اليست اليست ده كينجدم فانجي او فانجاي، هيتروتروفيك وعندها سيلول فيه لجنن او كايتن. اسبونجي ما عندوش سيلول، نوستوك اوتوتروفيك. Which of the following ما بتتكسرش بالسبوز؟ أسكوميكوتا كانت تبع الفانجي، كانت بتتكسر بالسبوز. فيرنس كانت من البلانس اللي هي ما عندهاش ولا فلاور ولا سيدز، وكانت بتتكسر بالسبوز، بيبقى فيه كده الورق بتاعها عامل زي بينيت كده شوية، وكان عنده من تحت كده فيه سبوز. ريبرودكشن باي سبوز. سبوروزوان زي البلازموديوم مالاريا كانت بتتكاثر بالسبورز. الوحيدة اللي مش بتتكاثر بالسبور هي الاسبونجي. reproduce sexually and asexually by budding and regeneration. يبقى كلهم بيتكاثر بالسبور ما عدا الاسبونجي. which of the following living organisms في البادي بتاعها في gastrovascular cavity. مين الوحيدة اللي فيها gastrovascular cavity؟ النايداريانز اللاسعات. كان مين الأمثلة ليها؟ هيدرا اوريليا وسينامون. اهو السينامون. طيب دي ما عندهاش جاسترو فاسكولار كافيتي، ودي ما عندهاش، ودي عندها ايه ماوس بارت كده. يبقى ما عندهمش جاسترو فاسكولار كافيتي. which of the following animal البادي بتاعها بيتميز بالراديال سيمتري وما عندهاش هيد؟ سي كيكمبر، ما عندهاش راديال سيمتري. سي كيكمبر دي اصلا ما عندهاش ولا انتيريور ولا بوستيريور، اصلا هي كلها جسمها حاجه واحده كده. بيبقى عندها ماوس بارت، جزء فيه سيرفس كده، فيه تو سيرفس، سيرفس في الماوس وفي سيرفس اسمه ابورال ما فيهوش الماوس. سي اورشن زيها ايكاينوديرماتا، سي ستار برضو كده. اوريلي عندها راديال سيمتري وما عندهاش هيد. which of the following living organisms ما بتعملش ديزيز للهيومن؟ تيب ورمز طبعا بتعمل الديدان اللي هي في بتعمل في الانتستين. البلازموديوم بتعمل الملاريا. الليتش دي بالعكس ليها ميديكال امبورتنس، بطلع منها الهيريدين اللي بتساعدني ان انا اعمل انتي كواجولانت مضاد للتجلط. تريبانوسوما بتعمل السليبنج سيكنس. which of the following السيميلاريتيز بتوين اكس اند واي. طيب اكس ده اسكاريز كينجدم نيماتود، ده ليتش كينجدم انيليد. طيب انيليدا وده كينجدم نيماتود. طيب البادي ستراكشر لا طبعا مختلفين، الفايلم دي نيماتودا ودي انيليدا. البادي لينس طول الجسم غلط، ايوكاريوتيك. هما الاثنين من الكينجدم انيمال. ايوكاريوتيك يعني ايه ايوكاريوتيك؟ يعني ادي السيل كده، دي نيوكليوس جواها الجينيتيك ماتيريال، حواليها نيوكليار ميمبرين يفصلها عن السيتوبلازم. which of the following isn't applied to earthworm يعني جملة غلط على الايرثورم. طب بارازيتك لا طبعا الايرثورم مش بارازيتك، free living. bilaterally symmetric هي bilaterally symmetric. السكين بتاعها سوفت ومويست عندها سيجمنتد بادي طبعا كل جسمها حلقات تبع الانيليدا. which of the following is common between بلاناريا وليتش. طيب بلاناريا دي تبع البلاتي هيلمنسز وليتش تبع الانيليدا. البادي بتاعها سيجمنتد انتو رينكس لا البلاناريا الجسم بتاعها مش سيجمنتد، بتبقى عامله كده اهو، بيبقى عندها كده عينين كده. الليتش اللي احنا شفناها من شوية بتبقى عاملة كده اهو، وبيبقى جسمها كده حلقات حلقات. طيب
البادي كير سباينز دي بس اللي فيها سباين، البلاناريا لا. مود اوف نيوتريشن هما الاتنين بارازيتك. الفايلم اللي بينتموا لها الفايلم مختلف، دي بلاتي هيلمنسز ودي انيليدا. الحاجة الوحيدة ان هما الاتنين مود اوف نيوتريشن. انا عايزة اقول ايه الكومون بين، طيب يبقى هنا البادي سيجمنتد دي مش سيجمنتد يبقى مش مشترك. البادي كارين سباينز، الليتش كارين سباينز دي مش كاري. مود اوف نيوتريشن هما الاتنين بارازيت. الفايلم دي بلاتي هيلمنسز ودي انيليدا، يبقى الحاجة الوحيدة مشتركة نوع التغذية او طريقة التغذية باراسيتيزم بالتطفل. By using the following diagram، ايه المشترك between الاسكاريز والتيب وورمز؟ الاسكاريز دي طبعا نيماتودا والتيب وورمز دي بلاتي هيلمنسز. بلاتي هيلمنسز ودي نيماتود. اكس يعني حاجة مشتركة بينهم. طيب البادي شيب غلط. سيمتري اوف ذا بادي هما الاتنين بايلاترال سيمتريك. يعني ايه بايلاترال سيمتريك؟ يعني مثلا كده، مثلا اجي اقسمها في النص تديني نصين زي بعض. معلش بس عشان الماوس، يعني مثلا كده، مثلا اجي اقسمها كده يديني نصين قد بعض. absence of head لا، بلاتي المنسز عندها هيد غلط. السكس البلاتي المنسز الماجوريتي هيرمافرودايت والفيو يونيسيكشوال، لكن الاسكاريس كلها يونيسيكشوال. يعني ايه يونيسيكشوال؟ يا اما ميل يا اما فيميل، لكن دي عندها الميل والفيميل مع بعض. if you know that x and y and z 3 phylum of worms، مين الموست فري ليفينج؟ الأغلبية free living أنيليد. some parasitic نيماتود. الأغلبية parasites بلاتي هيلمنسس. بلاتي هيلمنسس. نمشي واحدة واحدة. مين الأمثلة بتاعت الأنيليدا؟ كان عندنا ليتش وإيرسون، إنيماتودا، أسكاريز وفيلاريا، بلاتي هيلمنسز، بلاناريا وبلهاريزيا. طيب نمشي واحدة واحدة. وتيب وورمز اللي أغلبها فري، كلها فري، أغلبها فري ليفينج أنيليدا، ليتش أو إيرسون. طب بلاناريا غلط، فيلاريا غلط، يبقى أنا هختار يا بي يا سي. نيماتودا مين مثال لنيماتودا؟ اسكاريز وفيلاري. بالهاريزي غلط، دي بلاتي هيلمنسس، تبقى الاجابه سي. ليه اخترنا سي؟ انيليدا ايرسوول، نيماتودا، فيلاريا، بلاتي هيلمنسس، تيبور. Which of the following worms is different in its mode of living؟ هيباتيك ورم دي بارازايت، اسكاريز بارازايت، بالهاريزيا بارازايت، ايرسوول فري ليفينج، يبقى الوحيده المختلفه عنه. What happens when we move from phylum Platyhelminthes to phylum Nematoda to phylum Annelida؟ طب احنا عارفين Platyhelminthes مثلا نرمز لها B ودي Nematoda ودي Annelida. طيب B كده دي، لو قررنا كده ال parasitism، نيماتودا، انيليدا، اعلى واحده بلاتي هيلمنسس. الباراسيتيزم بيقل في النيماتودا، بيبقى قليل جدا في الانيليدا. طيب نقارن الفري ليفنج، ادي الفري، فري ليفنج، وهنا البلاتي هيلمنسس والنيماتودا والانيليدا. كل ما انا مشيت كده البلاتي هيلمنسس الفري ليفنج قليلة، النيماتودا معقولة شوية كده وشوية كده، أنيليدا الأكتر فري ليفنج. يبقى طول ما أنا ماشي بقى الباراسيتيزم انكريز غلط، بيقل الفري ليفنج انكريز، والباراسيتيزم ديسابيل أو مش بيختفي، هو بيقل مش بيختفي. الفري ليفنج انكريز والباراسيتيزم ديكريز
الفري ليفنج انكريز والباراسيتيزم ديكريز. الباراسيتيزم انكريز والفري ليفنج ديس ابير غلط. The opposite figure illustrate الريشيو بتاعة الفري ليفنج للباراسيتيز. هنا الأغلبية باراسيتيزم والقليل فري ليفنج. مين الفايلم اللي كانت كده؟ بلاتي هلمنسز. مين أمثلة البلاتي هلمنسز؟ بلاناريا وبالهاريزيا وتيب وورمز، هتبقى البلاناريا. فيلاريا دي من النيماتودا، كان سم بارازايت وسم فري ليفنج. أسكاريز من النيماتودا، سم فري ليفنج وسم بارازايت. ليتش من الأنيليدا، موست فري ليفنج والفيو بارازايت. On studying the body of one of the worms, a spine-like structure buried in the skin. عندها أشواك كده مدفونة في الجلد بتاعها. طبعا مين دي؟ أنيليدا. Which of the following figure expresses the ratio? الأنيليدا the most free living والقليل البارازايت. أدور هنا هلاقيها سي. دي غلط، دي البلاتي هلمنسيس، دي النيماتودا، دي الأنيليدا الأغلبية فري ليفنج والقليل بارازيتك. غلط، هي مش الأغلبية فري ليفنج. Which of the following graph expresses the change in the number of free living organisms بالنسبة للثري فايلم؟ طيب الفري ليفنج، الفلات وورم أو بلاتي هلمنسيس، الفري ليفنج قليل، الراوند وورم. طيب الفلات وورم الفري ليفنج قليل، الراوند وورم اللي هي النيماتودا صم يعني متوسط، الانيليدا اللي هي رينج وورمز الفري ليفنج كتير، هتبقى الإجابة دي. ليه بقى؟ كل ما اتحركنا ناحية الرينج وورمز الفري ليفنج بيزيد والايه والباراسيتيزم بيقل. تاني بقى الفلات وورمز اللي هي البلاتي هلمنسيس بتبقى الماجوريتي بارازايت والفيو فري ليفنج، الراوند وورمز اللي هي الانيماتودا بتبقى سام فري ليفنج وسام بارازايت، الرينج وورمز اللي هي الانيليدا ميجور فري ليفنج وفيو بارازايت. ناخد فايلم ارثروبودا. What is the basic standard اللي احنا على اساسه عملنا differentiation among the classes of phylum Arthropoda؟ طيب الابندجز وهنشوفها دلوقتي في الجدول ايه. Wave respiration لا، في حاجات مشتركه بين كذا كلاس مع بعض، طريقه التنفس. Body structure لا، في حاجات مشتركه في التركيب الاستراكشر بتاعها. نوع الايز في حاجات مشتركه. نرجع كده للجدول، يبقى اللي احنا اخترنا عليها الابندجز او segmented legs. يبقى احنا قلنا عملناهم كلاس عشان الايه، كراستيشيا عندها ميني جوينتد ابندكس موديفايد انتو ديفرنت فورمز، الاراكيد عندها فور بيرز، الانسكتا ثري بيرز، الميريابودا ميني ووكينج ليكس. لكن بقى الحاجات فيه مشتركه، هنا تو ريجونز، هنا تو ريجونز، هنا ثري ريجونز، هنا تو. طيب الاي هنا كومباوند وهنا كومباوند، البريس التنفس البريسنج، هنا بتتنفس بالتراكيولز ودي بالتراكيولز وبالتراكيولز، لكن مقياس الاختلاف هو هنا الابندجز والليجز. So which of the following we can differentiate between dragonfly and butterfly؟ هما الاثنين في الانسكتا. نوع الايز هما الاثنين كومباوند. Number of wings هما الاثنين عندهم two pair of wings. شكل الوينجز، الدراجون فلاي بتبقى ترانسبيرنت والباتر فلاي colored with scales، فيها انتنة، هما الاثنين عندهم انتنة. Which of the following طبعا دي ما خدناها قبل كده في الدايكوتوموسكي، اقدر افرق بينها الفلاي مع الموسكيتو، هما الاثنين انسكتا. عندهم one pair of wings يبقى مش هعرف افرق بينهم. عندهم كومباوند اي الليج اطول من البادي، الفلاي غلط، الليج شورتر زين ذا بادي. which of the following يبقى دي برضو مش هعرف افرق ودي مش هعرف افرق. which of the following is from the similarities between
سكولوبندرا ولوكس. سكولوبندرا ميريا بودا ولوكس الجراد انسكت. ايه اللي ها الشبه بينهم؟ نمبر اوف بادي ريجونز غلط. سكولوبندرا عندها هيد وترانك، واللوكست عنده 3 هيد وثوركس وابدومين. عدد الليجز، سكولوبندرا عندها ميني ووكينج ليجز، اللوكست عنده 3 بيرز اوف ليجز. ريسبيريشن واي، هما الاثنين ريسباير او بليز باي تراكيولز. سيمبل ايز، لا اللوكست عندها كومباوند ايز. Study the following organisms in ants. Which organism is taxonomically different؟ مين المختلف هنا؟ ليه ده عنده 4 بيرز أراكنيدا، لكن دي انسكتا ودي انسكتا ودي انسكتا. طيب to which class different ده بينتمي للأراكنيدا؟ وقلنا الأراكنيدا عندها 4 بير of legs breathed by gills والآي كومباوند. أمال الإنسكت عندها 3 بيرز اوف ليجز. Study the two organisms. What is the taxonomic level in which they share؟ بيشاركوا بعض في إيه؟ طيب ده الكراب في الأراكنيدا ودي السكولوبندرا في الميريابود، بيشاركوا بعض في الأوردر غلط. في الفايلم هما الاتنين في الفايلم أرثروبود. الكلاس مختلفين، قلنا دي كلاس كراستيشيا ودي كلاس ميريابود، يبقى هما الاثنين نراجعها تاني. قلنا ده الكراب ودي السكولوبند، مشتركين في الاوردر غلط. في الفايلم في الاروثروبود الكلاس مختلفين، دي كلاس كراستيشيا دي كلاس ميريابود. The following figure illustrates 3 invertebrates. Study it in answer. طيب in which x, y و z بيشاركوا بعض في ايه؟ x insect, y arachnida, z myriapod. بيشاركوا بعض number of body regions غلط. الانسكت عندها 3 ودي عندها 2 ودي عندها 2 بس هي دو ترنك. نوع الايز دي كومباوند ودي سيمبل. ريبديوس اسيكشوالي، لا بريزنس اوف اكزوسكيلتون، بيشاركوا بعض ان هما كلهم عندهم اكزوسكيلتون من الاروثروبودا اللي كلها عندها اكزوسكيلتون هيكل خارجي. ايه التشابه بين اكس وواي؟ الانسكتا والاراكنيد. عدد الجوينت ابندجز، لا طبعا. نوع الايز دي كومباوند دي سيمبل. عدد البادي ريجونز دي عندها 3 وعندها 2. ان البادي متقسم سيجمنت، متقسم حلقات، يبقى الحاجه المشتركه ان البادي ديفايدد انتو سيجمنت. Study the opposite figure. ده عنده 4 بير اوف ليجز، بينتمي لانهي كلاس؟ اراكنيد كراستيشيا، لا ده عنده 4 بير اوف ليجز 4. انسكت عندها 3 بيرز. مولاسكا، لا ده مش مولاسكا. which of the following can ده السكوربيون. اقدر اميز الاورجانيزم ده among الكلاسز اللي في الفايلم ده، اقدر اميزه ازاي بقى؟ عنده بادي بتتكون من تو ريجونز، لا مش مقياس ان انا افرقه. عندك الكراستيشيا فيها تو ريجونز والميريابود. عنده كومباوند اي، لا ما الانسكت عندها كومباوند اي. اكزوسكيلتون كلهم عندهم اكزوسكيلتون. الحاجه اللي بتميزه عملته ليه في كلاس لوحده عندها 4 بير اوف ليكس. from the opposite figure Study the morphological features of shown organism. ده insect اهو عنده 3 pair of legs. class ايه ده؟ insect.
قلنا ده مش كراستيشيا، ولا عندي ولا كراب ولا برون ولا لوبستر، ولا أرا كنيدة عندها فور بير، ولا ميريا بودا عندها ميني. أهي ميريا بودا. Which of the following used أحدد الكلاس اللي بينتمي له؟ Presence of exoskeleton. لأ كل الكلاسز دول فيهم exoskeleton. نوع الأيز. لأ مش مقياس. هي عندها كومباوند وعندك الكراستيشيا كومباوند. عدد الليجز عندها فور بير اوف ليج، عندها ثري بير اوف ليجز. way of respiration بتتنفس بالترابيولز، وعندك الميريا بودا بالترابيولز والاراكنيدا بالترابيولز. studies the two opposite organisms in answer. ده البرون ودي الميريا بودا السكولوبندر. ايه الفرق بينهم؟ number of body regions دي بتتقسم منطقتين ودي منطقتين. نوع الليجز هما الاثنين نفس. way of respiration دي بتتنفس بالجلز ودي بتتنفس بالترابيوت. skeleton site هما الاثنين exoskeleton هيكل خارجي. which of the following represent شبه بعض في ايه هما الاثنين؟ عدد ال segmented part. لا طبعا دي عندها many. الفايلم دي فايلم أرثروبودا هما الاثنين نفس الفايلم. الكلاس غلط، دي كلاس كراستيشيا ودي ميريابود. عدد الأبندجز لا طبعا. عدد السيجمنتد بارت الأجزاء دي لها اتنين، سيفالوسوركس وأبدومين، ودي هيد وترانك، يبقى مش نفس تقسيمة الجسم. عدد الأبندجز الزوايد، يبقى لو قال لك segmented part يعني أجزاء الجسم، appendix يعني الزوايد اللي بتاع اللي حوالين الجسم. دي عندها بص أعداد رهيبة من الليجز، دي أعداد عادية. هناخد مع بعض الملاسكة والأكاينودرمات. Study the following figures in answer. Organism 1 الماوس لوكيتد ان ذا اورال سيرفيس. احنا مين عندنا اللي عنده اورال سيرفيس وابورال سيرفيس؟ كان عندنا يا سي ستار يا سي كوكمبر يا سي اورشين. طيب يبقى سبونج دي غلط، اختار يا ده يا ده. ديزرت سنيل دي من الملاسكة غلط. طيب عندها اورجن شبه التانج في رو اوف توز اللي هو الراديولا، دي الملاسكة. مين اللي في الملاسكة؟ ديزرت سنيل واكتوبس واويستر. احنا قلنا دي غلط ودي غلط. طيب عندي دي ودي، اكتوبس واويستر ماشي لسه احنا كده تمام. عندها ماوس في ابندجز اند بروتروجن، دي طبعا النايداريا اللي عندها تنتاكلز، يبقى الاوريلي. الاسبونجي ما كانش عندها ماوس فيه ابنتس وبروتروش. طب نراجع تاني، السي ستارز دي من الملاسكة، الماوس بتاعها اهي السي ستار اهي بتبقى كده اهو، عندها جزء فيه الماوس وجزء تاني فيه ابورال سيرفس. مين اللي عندها اورجن شبه الطنج الراديولا؟ الاكتوبس، قلنا تبع الملاسكة، دي تبع الايكاينوديرميت. السي ستار تبع الايكاينوديرميت. مين اللي عندها ماوس فيها ابندجز تنتاكلز؟ الاوريليا تبع النايداريز، يبقى السي ستار تبع الايكاينوديرماتا هي والسي ارشن والسي كيوكام. الاكتوبس والايستر والديزرت سنيل تبع الملاسكة، الاوريليا تبع النايداري. Which statement of the following isn't applied to the desert snail؟ desert snail ده تبع الملاسكة. جملة غلط يعني كلهم صح ما عدا واحدة غلط. soft mass body دي جملة صح. عنده external calcareous shell عنده organ شبه الطنج بيتحرك بالارم غلط، بيتحرك بالفوت، يبقى الملاسكة بتتحرك بالفوت. which of the following من ال common features بتاعت ال sea cucumber وال desert snail؟ دي الايكاينوديرماتا وال desert snail الملاسكة. ايه اللي شبه بينهم؟ سايت اوف سكيلتون لا طبعا،
سي كيوكمبر اندوسكيلتون ودي اكزوسكيلتون. absence of head دي عندها head. unsegmented body اه هما الاتنين جسمهم مش متقسم. الفود شيب ايوه شكل الفود طبعا ده مختلف عن ده. يبقى المشترك بينهم ان هما unsegmented body. Which of the following characterize كل الملاسكة والإيكاينودرمس؟ طيب having head لا طبعا مش كلهم. having segmented body لا هما في حاجات unsegmented unsegmented هما unsegmented. have the ability to move اه كلهم بيتحركوا بس بيختلفوا في طرق الحركة. being unisexual لا مش being unisexual. عندك الإيكاينودرمس فيها حاجات دي يونيسيكشوال لكن الملاصقة بيبقى فيها حاجات يونيسيكشوال وفي فيو هيرموفروديت. Which of the following represent the taxonomic standard اللي أنا الستي ستار خليته تبع الإيكاينودرمات؟ segmented body لا هو unsegmented. calcareous plates يبقى عندها calcareous plates لا يونيسيكشوال. ممكن حاجات تبع التاني مش هو ده المقياس ولا الاندوسكيل يبقى ان عندها كالكرا سبليتس. طبعا هو الاندوسكيلتون عنده اندوسكيلتون وقلنا الايكاينودرماتا تبقى يونيسيكشوال. Which of the following عندها هارد اندوسكيلتون ومع كده مش بصنفها تبع الفيرتبريت الفقريات؟ دي ما عندهاش اندوسكيلتون السي ستار. عندها هارد اندوسكيلتون بس مش بصنفها تبع الفيرتبريت. which of the following الفرق بين السي ارتشن والسي كيوكمبر؟ الهابيتات هما الاثنين عايشين في الماء. ايوه اللوكوموشن. السي ارتشن بتتحرك بالسباين ودي بتتحرك بالفوت او الفيت. السكس هما الاثنين يونيسيكشوال. الريبرودكشن reproduce sexually by gamete و asexually by regeneration. At which of the following phyla ال mean of locomotion بتختلف في الإيكاينودرمات؟ قلنا يا إما بتتحرك بالتيوب فيت أو السباين أو الأرم. Which of the following من ال higher invertebrate طبعا السي ستار الإيكاينودرمات أعلى phyla ما عندنا في ال invertebrates. ناخد ال miscellaneous questions. From the opposite figure ايه الفانكشن بتاعت 1D؟ الجاسترو فاسكولار كافيتي المنطقة هنا دي بتعمل ايه؟ سيلف ديفنس وبتمسك في الفريسة كابتشرينج بريز. الفايلم اورجانيزم 2 3 2 ده باراميسيوم فايلم بروتوزوا كينج دم بروتيستا 3 ده فايلم ده الهايدرا فايلم نايداريا. ايرث وورم از فروم يوسفول وورمز من الديدان المفيدة اه الجملة دي كوريكت لان الايرث وورم دي live inside the soil in burrows في جحور كده ايريت السويل بتهوي السويل هي بتقعد تفتح فيها كده increase the fertility بتزود الخصوبة بتاعتها. what happen in case of increasing the number of earth worm لو زودت الايرث وورم inside the soil قلنا السويل هيحصل لها aeration و increase the fertility of the soil. absence of sheaths that are buried in the skin of some ringworms لو مفيش اللي هي الشيتز دي او السباينز الاشواك دي can't move easily الموفمنت هتبقى will be difficult. البادي اوف اول ارثروبود كل جسمها كالكروس تشين طبعا الجمله دي غلط لان عندك كلاس كراستيشيا اللي بتنتمي للارثروبودا البادي بتاعها covered by chitinous cuticle. ال way of reproduction في الكراب والموسكيتو similar غلط ليه؟ لأن الكراب من الكراستيشيا بريس باي جيلز والموسكيتو من الانسكتا بريس باي تراكيولز. The presence of one pair of antenna واحدة من التاكسونوميك ستاندر اللي عملنا فيها الكلاس اوف أرثروبودا لا غلط لأن الأنتنة دي موجودة في كلاس واحد بس اللي هي الانسكتا من الفايلم أرثروبودا ومش موجودة في الباقي زي الأراكنيد. عشان كده التاكسونوميك ليفل اللي أنا خليتها الأرثروبودا هو عدد number of jointed legs. التاكسونوميك ستاندر اللي الكراب عملناها تبع الأرثروبودا طيب الكراب بيتكون من two regions cephalosorax وabdomen covered by chitinous cuticle.
segmented عنده حلقات كده has many jointed appendages modified into different forms to perform various functions. From the opposite table شوف example ل A و example ل B. طب ال body support calcareous وال body protection external. oyster أو desert snail. طيب B chitinous و external طبعا برون أو كلاب أو لوبستر. قارن بين A و B. طيب organism A و organism B. ال body division ده unsegmented وده segmented. ال muscular part called foot jointed appendix. ال opposite figure illustrate a male Drosophila insect. ايه name ال class؟ class insecta. عندها 3 pair of walking legs و 2 pair of wings و 1 pair of compound eyes and 1 pair of antennae. والبادي بتاعها بيتكون من 3 regions head و thorax و abdomen. طيب ايه similarities between ده؟ ده spider وده lobster. ايه similarities والاختلافات؟ طيب ده spider وده crab قصدي. اللي هو سي كونسر. ايه التشابه بينهم وايه الاختلاف؟ نمشي واحده واحده. ايه التشابه بينهم؟ هما الاثنين البادي بتاعهم consist of two regions cephalothorax و abdomen covered by exoskeleton. البادي بتاعها divided into number of segments carry many pairs of appendages divided into several jointed pieces. الدفرنس دي عندها 4 pair of legs وعندها simple eye. عندها many jointed appendages modified into different forms to perform various functions. عندها compound eyes. طيب اللي بينتموا إليها دي أراكنيدا ودي كراستيشي. ممكن الشبه إن هما الاتنين من فايلم أرثروبود. The following diagram illustrate a dichotomous key. طيب what is the character that animal A و B differ in؟ طيب دي انسكتا وميليا بودا بيختلفوا في ايه؟ في number of body regions دي 3 body ودي 2 parts وعدد ال joint legs دي 3 pairs ودي عندها طبعا mini walking legs. ايه ال character اللي animal B ودي بيختلفوا عن بعض؟ بيختلفوا عن بعض ال way of respiration دي بتتنفس بالجلز ودي بالتراكيوت. ال characters اللي C ودي شبه بعض فيها في number of body regions وان هما طبعا segmented وعندهم exoskeleton.